الأمطار التي يتأثر بها لبنان ستخفف بشكل كبير احتمالات اندلاع حرائق في الأيام المقبلة، لكن الوعي يبقى مطلوبا دائما، كيف لا ومناطقنا الغنية بالأحراج معرضة دائما لموجات جفاف. البقاع الغربي نموذج. الأقلاق الأبيض، الهدهد، أنواع مختلفة من البوم والطيور النادرة، الخنازير البرية، الذئاب، الووية، الثعالب وغيرها، كل هالمخلوقات موطنهم بأحراج وغابات منطقة البقاع الغربي بقلبها الطبيعة يلي بعدها بكر ونقية. طبيعة غنية بأنواع السرو والسنديان، الصنوبر والأرز والشوح والدردار والأشجار المثمرة على أنواعها. هالمنطقة قطعة من الجنة على الأرض، بس إهمالنا ممكن بلحظة يشوهها ويدمرها. مركز البقاع الإقليمي هو مسؤول عن 17 مركز موزعين على محافظة البقاع، بنساعد كل المناطق ومنآزر ببعض الأوقات خارج المحافظة تبعنا، وصولاً لسنة المدت بالأبيات، وصولاً لحريق الضاحية. عندنا قرابة 150 متطوع بيقدموا خدمات مجانية، ما تركونا ولا مرة، بيشاركوا بأصعب المهمات، إنما صرنا بلا تياب. منضحك يعني بيجي شاب متطوع بده يلبس ليروح معنا، بيروح بتيابه المدنية. آلياتنا ختيروا، صار كل ما طلعنا مهمة بدهم بعد منا تصليح أو ريفيزيون أو إعادة تأهيل، خراطيمنا صاروا مثل المنخل، بس مد خرطوم عم نطفي بكب نص الميات بالمحل الغلط. يعني إذا صار عنا حريق كبير هلأ ما عنا مادة الفوم اللي بنستعملها سائل رغوي، بنستعمله مع المي لنطفي المواد البترولية ومشتقاتها، مخابط اليدوية وقت نطلع على الأحراش، مرشات ظهر، في عنا كتير معدات تستعمل بالأحراش صارت مفقودة ما عادش موجودة. هي معاناة، وكلمة شحادة هي كلمة صعبة، صارت صرنا عم نشوفها نحن من يومياتنا.